تحديثات نظام الاندرويد. بالنسبة للكثيرين تعتبر تحديثات الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام اندرويد مسألة مزعجة، وفي نفس الوقت هذه التحديثات ضرورية لإصلاح الأخطاء والثغرات الأمنية الخطيرة على الهاتف، وتوفر مميزات جديدة مثل سهولة الاستخدام ودعم أحدث التقنيات. من ناحية أخرى قد تتأخر هذه التحديثات ويتم تثبيتها في أسوأ وقت ممكن، ويمكن أن تؤدي إلى إبطال الهاتف، وفي بعض الحالات السيئة قد يتسبب في فقدان البيانات أو حتى تعطل الجهاز. يشير مصطلح تثبيت التحديثات إلى 5 سيناريوهات مختلفة تماما اعتمادا على ما يتم تحديثه بالضبط. أولا تحديث التطبيقات، يتم تحديث التطبيقات الفردية على الأجهزة تلقائيا أو يدويا من خلال متاجر التطبيقات مثل جوجل بلاي وهواوي أب جاليري وما شابه ذلك، ونادرا ما يؤثر تحديث تطبيق واحد في هذه الحالة على التطبيقات الأخرى ويكون تأثيره على النظام ضئيلا بشكل عام. الأمر الثاني تحديث مكونات نظام الأندرويد. العديد من أجزاء نظام التشغيل مثل شاشة الاتصال أو عارض الصور هي في الأساس تطبيقات منفصلة، ويتم تنزيل بعض هذه التحديثات بالمثل من خلال متجر التطبيقات، ويتم تحديث التطبيقات الأخرى مثل خدمات جوجل بلاي بشكل إجباري عند مستوى أدنى. الأمر الثالث وهو تحديث تطبيقات الشركة المصنعة للهاتف. كل ما يميز الهاتف الذكي من نوع سامسونج أو أوبو أو شاومي عن أي جهاز أندرويد خام هو تطبيقات الشركة التي غالبا ما تغير بشكل جذري مظهر نظام التشغيل مثل One UI أو Color S، وتختلف البنية الداخلية وطريقة التحديث من شركة لأخرى. الكثير من الشركات تحاول تحديد أوقات التحديثات بحيث تتزامن مع إصدارات تحديثات الأندرويد العام، لكن هذه القاعدة ليست صارمة وسريعة. الأمر الرابع تحديثات نظام الأندرويد نفسه. تطرح شركة جوجل تحديثات النظام الأندرويد الرئيسية مرة واحدة في العام، مما يؤدي إلى زيادة رقم الإصدار الرئيسي برقم واحد، وتصدر إصلاحات الأخطاء وتحديثات الأمان شهريا. ومع ذلك لا تحصل معظم الهواتف الذكية على أحدث إصدارات الأندرويد من جوجل بشكل مباشر، بل يجب على الشركات المصنعة لطرازات معينة أولا إضافة تطبيقات خدمات النظام الصحيحة والتطبيقات الخاصة بالشركة، وبعد ذلك تقدم أحدث إصدارات الأندرويد للمستخدمين. لذلك بالنسبة لأي تحديث لنظام الأندرويد يمكن أن يتراوح الوقت من بدء الطرح إلى التوفر من شهر إلى سنة أو إلى الأبد اعتمادا على سرعة الشركة المصنعة. النوع الخامس من تحديثات النظام وهي تحديثات تطبيقات النظام الأساسية مثل البرامج الثابتة لشريحة الواي فاي والفورجي وبرامج التشغيل وما شابه ذلك. القاعدة العامة هنا هي أن يتم تحديث هذه المكونات جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل، ولكن يمكنها أيضا الحصول على التحديثات الخاصة بها عند الضرورة، كمثلا إقفال ثغرة مكتشفة قد تتسبب في مشاكل للنظام. وعلى أي حال يتم إصدار التحديثات من هذا النوع فقط بواسطة الشركة المصنعة للهاتف. هذا النوع من التحديثات يصل إما تلقائيا عبر الأثير أو من خلال متجر التطبيقات، ويستغرق عادة بضع ثواني فقط، وتحتاج التحديثات الأخرى إلى وقت أطول بكثير وتتطلب إعادة تشغيل الهاتف الذكي، وهي أكثر عرضة للتسبب في أثار جانبية، وهو ما يعني أنك بحاجة إلى تخفيف الضربة المحتملة. لكن ما هي المشاكل المتعلقة بالتحديثات؟ أولا التنبيهات المزعجة. تظهر التنبيهات عن التحديثات الجديدة على العديد من الأجهزة في شريط الإشعارات وتظل عالقة هناك. في بعض الأحيان تنتقل إلى وضع ملء الشاشة وتطالبك بالتثبيت الفوري، وإذا أخطأت في نقرة واحدة قد يسحب هاتفك رصيدا كبيرا من البيانات، وتخيل أنك في هذه الأثناء تستخدم وضع التجوال. أيضا من المشاكل المتعلقة بالتحديثات وهي استهلاك مساحة الهاتف. غالبا ما تكون تحديثات الأمان وإصلاحات الأخطاء صغيرة الحجم، لكن إصدارات الجديدة من تطبيقات الشركة المصنعة أو نظام الأندرويد نفسه قد تكون أكبر بكثير من سابقتها، ويتسبب هذا في مشكلة الهواتف الذكية الرخيصة ذات ساعات التخزين المخفضة. أيضا من المشاكل المتعلقة بالتحديثات هي الأخطاء التي تظهر بعد التحديثات. حتى جوجل ترتكب أخطاء. على سبيل المثال واجه بعض المستخدمين الذين قاموا بالتحديث لنظام أندرويد 12 جميع أنواع المشكلات، بدءا من اتصال الشبكة غير المستقر وشاشة العرض الوامضة إلى الأجهزة الميتة، وتحدث مشكلات مماثلة أحيانا مع التطبيقات الخاصة بالشركة المصنعة. أيضا من المشاكل المتعلقة بالتحديثات هي فقدان البيانات أو الوظائف. من الحالات النادرة والأكثر إزعاجا هي أن تتوقف بعض التطبيقات عن العمل بعد التحديث، خصوصا إذا كانت الهواتف قديمة جدا وما زالت تتلقى التحديثات، فعندها من الممكن أن تختفي بيانات المستخدم. السؤال الجوهري، لماذا نحتاج إلى هذه التحديثات؟ أولا هو الثغرات الأمنية. كثيرا ما نسمع بعض القصص التي تدور حول كيفية إصابة الهواتف الذكية ببرامج ضارة دون أي إجراء من جانب المستخدم، أو حتى مع وجود علامات تدل على وجود خطأ ما. هذا الأمر ليس من الخيال، بل هو نتيجة لاستغلال الأخطاء الخطيرة في نظام الأندرويد نفسه والتطبيقات المثبتة عليه، وتظهر الثغرات الأمنية حتى في مكونات النظام مثل تطبيقات النظام العميقة مثل مشغل الاتصالات الخلوية أو إحداث الواي فاي. وإذا كنت تعتقد أن خيال الجاسوسي هذا لا ينطبق عليك فاحذر يا عزيزي، سوف يستخدم
يستخدم مجرمو الانترنت بسعادة الثغرات الأمنية من هذا النوع لسرقة أموالك وكلمات المرور وأي شيء آخر. يعمل كل تحديث شهري لنظام الأندرويد على إصلاح عدد قليل من الثغرات الأمنية العالية الخطورة وعشرات أو اثنتين من الثغرات منخفضة الخطورة. أيضا من المشكلات المتوفرة في التحديثات وهي إصلاح الأخطاء في التطبيقات. من المشكلات الشائعة في الهواتف الذكية زيادة استهلاك الطاقة وتسرب الذاكرة ومشكلات الضبط البؤري في الكاميرا. لذلك فإن إصلاحات الأخطاء في البرمجيات تجعل تجربة الهاتف الذكي أكثر إمتاعا. التوافق مع التطور السريع، حتى إذا كنت لا تحب الأشياء الجديدة فسيتعين عليك عاجلا أم آجلا تحديث المتصفح والتطبيقات ونظام التشغيل على أي حال لتتمكن من الاستمرار في استخدام تطبيقاتك عبر الانترنت وحتى زيارة مواقع الويب معينة، وتتضاءل فترة الدعم للإصدارات الأقدم من البرامج بشكل مضطرد. على سبيل المثال في جوجل كروم القديم للغاية ترفض العديد من المواقع فتحها بشكل صحيح. دائما 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 استخدم المصادر الرسمية فقط. قم بتنزيل التحديثات فقط من خلال متجر التطبيقات الذي اخترته أو من خلال إعدادات نظام هاتفك الذكي. لا تقم أبدا بتثبيت التحديثات من مواقع الويب ما لم تقدم الشركة المصنعة أي طريقة أخرى، وليس من مواقع التجميع أو الوسائط الإخبارية أو المواقع غير المعروفة. حاول دائما إنشاء نسخة احتياطية. بطبيعة الحال لا ينشئ نظام الأندرويد نسخة احتياطية من كل شيء تلقائيا، ولكن يمكنك إعداد تحميل الصور والمستندات إلى جوجل درايف، بينما تستطيع نسخ جهات الاتصال والتقويم والبيانات الأخرى احتياطيا إلى حسابك على جوجل أكاونت. أيضا تتضمن العديد من التطبيقات مثل واتساب نسخة احتياطية مدمجة. قم دائما بإعداد النسخ الاحتياطي في جميع التطبيقات حيثما كان ذلك ممكنا، بحيث يتم حفظ المعلومات المهمة في الخدمة السحابية ليلا. وإذا كنت لا تثق في الخدمة السحابية التابعة لجهة خارجية، فهناك أدوات مساعدة لمزامنة هاتفك مع خادم تخزين على الشبكة المنزلية. حاول دائما تحسين تنزيل التحديث. حاول استكشاف إعدادات هاتفك الذكي، وإذا كانت التحديث قابلة للتخصيص فاختر تنزيلها ليلا أو المنزل على افتراض توفر شركة الواي فاي ومصدر مستمر للطاقة. بهذه الطريقة لن يؤدي تنزيل التحديثات إلى مقاطعة عملك أثناء النهار أو استهلاك بيانات هاتفك المحمول أو استنفاذ طاقة البطارية. وإذا لم تكن هنالك إعدادات مثل هذه وتأتي إشعارات التحديث في الغالب في وقت سيء، فيمكنك المخاطرة بإيقاف تشغيل الإشعارات أو إيقاف البحث التلقائي عن التحديثات. لكن تذكر في هذه الحالة يجب عليك تعيين تذكير منتظم، على سبيل المثال مرة واحدة في الشهر في عطلة نهاية الأسبوع، للتحقق من وجود التحديثات بشكل يدوي من خلال إعدادات الجهاز. ومن الأفضل اختيار وقت تثبيت يمكن فيه التخلي عن الهاتف لفترة من الوقت. حاول أن تكون انتقائيا دائما. إذا لم يكن إصلاح الثغرات الأمنية أمرا ضروريا أو كانت الثغرة الأمنية غير حرجة، فيمكنك تأجيل تثبيت الإصلاح لكن ليس لفترة طويلة. سيكون الانتظار لبضعة أيام إلى أسبوع نوعا ما مقبولا، بينما تحقق طوال هذا الوقت من المنتديات أو المواقع المختصة لمعرفة ما إذا كان مالك الهاتف الذكي نفسه يواجهون مشكلات مع التحديث. وإذا كان الأمر كذلك فسيمنح هذا الأمر للمئات منهم للتعبير عن شكواهم وإصدار نسخة مصححة. خلص دائما من الأشياء غير الضرورية، احذف المستندات التي تم تنزيلها والتي لم تعد بحاجة إليها، حاول مسح ذاكرة التخزين المؤقت، واحذف التطبيقات غير المستخدمة، وانقل الصور ومقاطع الفيديو إلى الخدمة السحابية أو خيار تخزين خارجي. سوف يساعد هذا الفعل على تحرير قدر كبير من مساحة الهاتف الذكي وتقليل احتمالية حدوث مشكلات في التحديث. بالمناسبة بعض برامج الحماية للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد تحتوي على أداة تنظيف للملفات غير المرغوبة فيها. حاول تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة بشكل منفصل. الفكرة من هذا الفعل هو تسهيل تتبع مصدر المشكلات، أي بمعنى لا تقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة في الوقت نفسه. مثلا بعد تحديث نظام التشغيل وتطبيقات الشركة المصنعة انتظر بضعة أيام قبل تثبيت تحديثات التطبيقات مرة أخرى، فقط إذا لم تكن هنالك إصلاحات لثغرة أمنية حرجة. أخيرا قم بتثبيت برنامج حماية موثوق على جهاز الأندرويد الخاص بك، لأنه سوف يحذرك ويحميك من الثغرات الأمنية المعروفة، ويفحص التطبيقات التي تم تنزيلها للبحث عن الفيروسات، ويصلح إعدادات الجهاز الخطيرة، ويدير أذونات التطبيقات، ويمنع الروابط الخطيرة، ويحافظ على أمان بياناتك في حال فقدان هاتفك أو سرقته.